طيب الخبر الرابع، الإسلاميون يقتربون من تحقيق الأغلبية في البرلمان. طبعا يعني ده استمرار نتائج المرحلة الأولى. احنا شايفين برضو مازال ان المسألة الأحزاب الدينية سواء جماعة الإخوان أو التيار السلفي أو حزب النور، ممثل في حزب النور، ان هو مازال مستمر برضو في تقدمه في الانتخابات، لأن هي أنا وجهة نظري إن هذه الأحزاب كانت الأكثر تنظيما، الأكثر قدرة على الحشد، الأكثر اللي هي بالفعل استفادت من الوضع الاجتماعي، الظروف الاجتماعية، اشتغلت على أرض الواقع، فبالتالي إن هي استطاعت إنها بالفعل يكون لها أرضية كبيرة جدا في الشارع المصري، وخاصة في القرى والمحافظات البعيدة والمناطق العشوائية، في الوقت إنه كان الأحزاب الأخرى كان هناك ضيق وقت للاستعداد اكتر. فانا اعتقد انه هناك استمرار، لكن انا اعتقد المساله مش بالصوره اللي احنا متخيلينها تكون في اغلبيه، لا هناك في تحرك. اعتقد الكتله برضو محققه، الكتله مركز ثالث بالظبط. الكتله عندنا الوفد، المره بدا يعلى عن المره اللي فاتت، ترتيب اوراقه ودرس الاخطاء في المرحله الاولى، رغم برضو كان ضيق الوقت ما بين المرحله الاولى والثانيه، انما بالفعل استطاع المره دي انه، لان الوفد له مناطق نفوذ في بعض المحافظات، اعتقد انه استطاع المره دي انه يظهر في الصوره بشكل او باخر. وحسب كلام الوفد ان هم حققوا 23 مقعد، يعني اذا كانت المساله بالشكل ده فاحنا بنقول انه المجلس اعتقد هيبقى فيه شبه توازن، وليس بالشكل اللي احنا انه المساله تكتسح، لا يعني انا اعتقد هيبقى فيه توازن معبر في المجلس عن بشكل او بشكل ما، انما كنا محتاجين اكتر طبعا، لسه في مرحله ثالثه وهنشوف، كنا محتاجين اكتر يكون على الاقل انه في نسب كبيره انه يعبر عن كل القوى السياسيه الموجوده، يعبر عن قوى التغيير الجديده اللي في المجتمع، ولكن انا اعتقد ده ممكن يحصل مع في المرحله الثالثه تكون هذه الاحزاب على الاقل اكتسبت الخبره والكلام ده، لكن في النهايه هتبقى في بالفعل اغلبيه للاحزاب الاسلاميه، واحنا مش ضد، احنا بنتكلم في السياسه، يعني خلي الناس تجرب يشوف الواقع ده هيتصدوا ليه ازاي، المشاكل ديت، برنامج الاخلاق اللي هم طرحوه او الشعارات الدينيه اللي هم طرحوها اهلا وسهلا بيها، كلنا يعني بنعرف ربنا كويس، انما قدام المشاكل فاحنا عاوزين برنامج واضح لمواجهه هذه المشاكل، فقر وبطاله وصرف صحي وتعليم وصحه الى اخره. احنا طبعا لسه معانا اخبار كتير، بس احنا للاسف وقتنا خلص خلاص، يعني معلش احنا في بس احنا تابعنا اهم الاحداث اللي حصلت. ميرسي ليك استاذ عادل السنهوري، وان شاء الله نشوفك السبت الجاي ان شاء الله. شكرا جزيلا لك حضرتك. طيب مشاهدينا، معانا دلوقتي تقرير هيكون عن المؤتمر العالمي لمرض السكر، تابعونا بعد الفاصل.